رفع اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة اسم آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى بيده الله ورعاه بمناسبة فوز سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد استبلاط الخالدية بالمركز الأول في سباق السويد للقدرة مؤكدا سموه أن هذا الفوز هو ثمرة رعاية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للرياضة البحرينية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص. أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الدعم والرعاية الذي يحظى بها الفريق الملكي من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ساهمت بشكل كبير بحصول الفريق على المراكز الأولى وبالأخص مع عودة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لرياضة القدرة مرة أخرى مشيرا سموه إلى أن هذا الإنجاز نهديه إلى جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. أعرب سموه عن بالغ سروره بحصول سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على المركز الأول في سباق السويد للقدرة على الرغم من أنها المشاركة الأولى لسموه بعد الغياب الذي لزم سموه في الفترة الماضية مؤكدا سموه أن العودة القوية التي شكلها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أثرت رياضة القدرة وتعتبر عودة حميدة لهذه الرياضة العريقة. أشار سموه أن فوز سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة تؤكد العودة القوية لسموه في سباقات القدرة وستعطينا الدافع الكبير لمواصلة التألق في الفترة القادمة مشيرا سموه إلى أن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أكد على إمكانياته العالية ومكانته المرموقة في رياضة القدرة وأكد أيضا أنه فارس محنك ولديه القدرة على العودة القوية التي أكدها في سباق السويد. من جانبه قدم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على رعايته ودعمه المستمر له طوال الفترة الماضية والمتابعة المستمرة من جلالته. كما قدم سموه الشكر إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على جهوده الكبيرة التي بذلها من أجل عودته من جديد إلى سباقات القدرة مبينا سموه أن هذا الفوز هو ثمرة رعاية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن عودته جاءت بدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مشيرا سموه إلى أن حصوله على المركز الأول ثمرة من ثمار الدعم والمساندة التي حظي بها من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة طوال الفترة الماضية إضافة إلى دعمه ومساندته ومؤازرته في سباق السويد. سيطر الفريق الملكي للقدرة على المراكز الأربعة الأولى في سباق السويد على الرغم من المنافسة القوية التي شهدها السباق إلا أن حنكة الفريق الملكي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أوصلت الفريق للحصول على المراكز الأولى في السباق. احتل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد استبل الخالدية المركز الأول وجاء المركز الثاني الفارس المقداد جناحي من استبل فيكتوريوس والمركز الثالث الفارس البحريني محمد الخاطري من استبل الرعود والمركز الرابع الفارس البحريني سلمان رضا. قدمت اللجنة المنظمة لسباق السويد للقدرة هدية تذكارية إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بمناسبة مشاركة سموهما في السباق. العمر جهودك أثمرت والحمد لله عودة موفقة إلى سمو الشيخ خالد. أقصر كلمة بتسمعها المهمة وانجزناها الحمد لله كلها بفضل الله ثم فضل سيدي جلالة الملك على دعمه وتشجيعه وبفضل بعد ناصر أخوي على تدريب الحصان وتشجيعه لي في التمارين. أي المراحل كانت أصعب لك في سباق اليوم؟ والله الثالثة كانت هي أصعب لأن هي تعيد الثانية فعارفين الطريق وعارفين الدرب فشوي كانت شوي صعبة المرحلة الثالثة. إيش كان إحساسك وأنت فايز بعد انقطاع طويل عن سباقات القدرة؟ الحمد لله هاي إن شاء الله بداية خير إن شاء الله.